نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما استهدف قوات الغزو ومرتزقته في الجو، موقعين قتيلين وأسر 19 آخرون. وأضاف مصدر ميداني أن قائد تلك المجاميع تعرض لإصابة وصفت بأنها بالغة. وفقا للمصدر فإن الجيش واللجان انسحبوا من مواقع كانوا يتمركزون فيها بمنطقة وادي صبرين شرق سوق الثلاثاء بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف. وعند وصول القوات الغازية ومرتزقتها تم الانقضاض عليهم وقتل 2 وأسر 19 آخرون، فيما أصيب قائدهم ويدعى الخضر أبو محمد. نقدت من أنا طير من السعودية أمريكي تهلب غارة في المفرق. أحنا التكسيريون يفرون يا ولنا نتبر يا رجال يا رجال عم يفرون. اضربوا يا رجال اضربوا.